مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back dear grade 9 students. دلوقتي معنا الدرس الثالث في الأسبوع السابع، وزي ما اتفقنا في بداية الدروس الأسبوع السابع أن الأسبوع ده مخصص للمراجعة على موديول 8, 9 and 10. النهاردة معنا تمرين خفيف على السبيكينج، وده موجود في student book page 114 أو 114. هنفتح مع بعض الكتاب ونتابع مع بعض الاكسرسايز اللي قدامنا اللي بنراجع بيه على بعض ال communication skills أو ال language function expressions اللي احنا درسناها خلال الوحدات السابقة. السؤال الأول بيقولي How did you feel when the bird smashed into the window? How did you feel when the bird smashed into the window? The bird smashed. Smashed يعني اصطدم. يقوله كان شعورك إيه لما اصطدم الطائر بالنافذة. عندي هنا إجابتين أو اختيارين. I fell flat on my face. I fell flat on my face. ولا I nearly jumped out of my skin. طبعا الاكسبريشن الاول I fell flat on my face، طحت على وجهي، هنا ملوش علاقة خالص بالتعبير عن الشعور. الاكسبريشن التاني I nearly jumped out of my skin، يعني انا شعرت بالخوف لدرجة ان انا حسيت ان انا خرجت من جلدي، او اللي هو التعبير اللي بيعبر عن الخوف او الرعب او حتى القضة، فيعتبر هو ده الجواب الصحيح. Question 2. My grandfather is taking part in the marathon. My grandfather is taking part in the marathon. بيقول له أنا جدي مشارك في الماراثون. الماراثون اللي هو سباقات الجري لمسافات طويلة عدة كيلومترات. فهنا الرد هيقول له Wow, he lives his life. أو he lives life to the fullest, doesn't he? ولا هيقول له Wow, he has a sense of direction. Doesn't he. طبعا هنا كلمة lives life to the fullest يعني عايش حياته صح، بيستغل وقته أو حياته بشكل جيد، ما بيفوتش فرص، فهيكون ده هو الجواب الصحيح. He lives his life to the fullest. Question 3. I bet you were embarrassed. I bet you were embarrassed. أظن إن أنت كنت محرج. فيقول له إيه؟ Yes, I couldn't believe my eyes. أيوه ما كنتش مصدق عينيا. ملهاش علاقة بالإحراج أظن. Number 2 أو B. Yes, I wanted the ground to open up and swallow me. كنت عايز الأرض تنشق وتبلعني. فهنا ده الإجابة الصحيحة اللي بتعبر عن الإحراج. Number 4. Are you ready for your trip? Are you ready for your trip? هل أنت جاهز للرحلة؟ عندي هنا إجابتين. Yes, I've planned everything to the last detail. ولا Yes, I like doing things that are out of the ordinary. الأولى أيوة أنا خططت كل حاجة لحد آخر تفصيلة. ولا I like doing things that are out of the ordinary. بيقول له أنا بحب أعمل الحاجات الغير عادية. هنا ملهاش علاقة خالص بالسؤال. السؤال بيقول له أنت جاهز للرحلة؟ فيقول له أيوة أنا رتبت كل أموري وجاهز لكل حاجة. Question 5. سؤال رقم 5 والأخير. Those children are always screaming. Those children are always screaming. كلمة scream بمعنى يصرخ. فدايما صوتهم عالي بالصراخ الأطفال دول. فهيقول له Yes, they drive me up the wall. ولا I go as red as a beetroot. Yes, they drive me up the wall معناها أيوة هم بيجننوني بأصواتهم العالية. Drive me up the wall يعني بيزعجوني جدا، بيجننوني بالصوت العالي ده. ولا Yes, I go as red as a beetroot. وجهي بيحمر كالبيتروت اللي هو نوع من النبات بيكون لونه أحمر داكن
شبيه بالنبات البنجر لو تعرفوه. فهنا الإجابة هتكون طبعا yes they drive me up the wall، يعني معناها بيجننوني. تمام، يبقى احنا هنا اتكلمنا عن عدة تعبيرات أو expressions في التمرين من الأسئلة من 1 إلى 5. عندي مثلا السؤال الأول I nearly jumped out of my skin، معناها إن أنا إيه خفت خوف شديد أو اتخضيت خضة شديدة. He lives his life to the fullest، يعني إن هو عايش حياته وبيستمتع بحياته بشكل جيد. Number 3 قلنا الإجابة اللي فيها I wanted the ground up the ground to open up and swallow me، معناها إن أنا كنت عايز الأرض تنشق وتبتلعني. ده دليل على الإحراج الشديد، إن هو عايز يختفي من المكان اللي هو فيه من إحراجه أمام الناس. Number 4 قلنا الإجابة I've planned everything to the last detail، معناها إن أنا خططت كل شيء لحد أدق التفاصيل. الأخيرة Number 5 They drive me up the wall، معناها إن هم بيزعجوني إزعاج شديد أو بيجننوني بتصرفاتهم. وبكده يكون انتهينا من الجزئية الخاصة بالسبيكينج في المراجعة، وأتمنى نكون استفدنا من الفيديو اليوم. وما تنسوش يا شباب حل التطبيق الخاص بدرس اليوم وكذلك الاختبار الأسبوعي، وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.